ماسك لإزالة البقع الداكنة في أي منطقة بجسمك، البشرة، اليدين، الركب، الأكواع، المنطقة الحساسة، أي منطقة يناسبها. تعالوا أوريكم إيش هي المكونات. نجيب بطاطس نقطعها صغار ونحط عليها موية ونتركها على النار لحد ما تنضج، ولازم نترك شوية موية. نحطها بصحن ونضيف عليها ملعقة من زيت لبان الذكر ونصف عصير ليمونة ونص ملعقة من النيلة المغربية أو ملعقة كاملة من النيلة المغربية. نخلط المكونات كلها بالبلندر لحد ما نحصل على قوام كريمي. ممكن تضيفون أي زيوت حابينها. توضع البشرة يوميا وتترك لمدة نصف ساعة أو 20 دقيقة، ثم يغسل البشرة ويرطب. طبعا بالنسبة للمناطق الثانية ممكن تحطونها ككريم ليلي وتغسلونها بالصباح. صالحة لمدة أسبوع بالثلاجة. اذكروا الله بالتعليقات وصلوا على رسوله الكريم. واللي جربت هالخلطة تكتب لي بالتعليقات ايش استفادت منها. ضيفوا قناتي على اليوتيوب وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.